إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في عام 1949 جرى اغتيال حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بأمر مباشر من الملك فاروق. قام البوليس السياسي بقتل حسن البنا انتقاما لمقتل محمود فهمي النقرشي رئيس وزراء مصر على يد التنظيم الخاص المسلح للإخوان. جنازة البنا وعزاءه غاب عنهما الإخوان رغم أن الكثيرين منهم كانوا خارج سجون الملك، ولم يمشي فيها سوى نساء أسرة البنا ووالده الشيخ العجوز ومكرم عبيد باشا. الإخوان خانوا مؤسس جماعتهم بعد قتله خوفا على أرواحهم. في 20 من نوفمبر 1951 زار حسن الهضيبي مرشد الإخوان الجديد ومعه وفد من كبار قادة جماعة الإخوان القصر الملكي، وانحنى الهضيبي لتقبيل يد فاروق، ووقع هو ووفد الجماعة في دفتر التشريفات الملكية، ووصف الزيارة بأنها زيارة كريمة لملك كريم. عملية الاغتيال تمت في يوم احتفال الملك فاروق بعيد ميلاده 29، وفي اليوم 40 لوفاة محمود فهمي النقرشي، وفي عهد النظام الملكي الديمقراطي الجميل كما يروج الإخوان. وبعد فترة من التحالف بين القصر الملكي وجماعة الإخوان لمواجهة حزب الوفد وزعيمه مصطفى النحاسي، ما يطلق عليه الإخوان في أدبياتهم السياسية بمحنتهم الأولى في سجون ومعتقلات مصر. حدثت خلال عامي 1948 إلى 1949 خلال حكم الملك فاروق الأول والحكومة التي كان يرأسها إبراهيم عبد الهادي باشا قبل جمال عبد الناصر وثورته.